السلام عليكم. اليوم ان شاء الله بنتكلم على حاجه اسمها درون فلايت تايم كالكوليتور. ايه القصه بتاع الموضوع؟ انا محتاج ان انا عندي حوامه او طوافه او unmanned aerial vehicle، ومحتاج ان انا اعمل استيميشن لقد ايه التايم اللي ممكن الدرونز دي تطير، لان حضرتك عارف ان هي بتشتغل ببطاريه، تمام؟ فممكن تنزل تشحن البطاريه وترجع تاني وهكذا. طب يا ترى ايه البارامترز او ايه المعاملات اللي بتأثر في الزمن بتاع مدة الطيران الخاصة بالدرون؟ القصة اللي بتحكم الموضوع ده هي المعادلة الخاصة بالدرون فلايت تايم. ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الكباستي بتاعة البطارية بتاعة حضرتك، ودي من النوع المشهور قوي اللي اسمه ليبو، وهنعرف يعني ايه ليبو دلوقتي. يبقى التايم عبارة عن الكباستي بتاع البطارية، وده موجود على برينتد على البطارية، تمام، ومضروبة في الديستشارج اللي هو التفريغ بتاع الشحن بتاع البطارية. وده في بعض البطاريات عشان ما يحصلهاش دامج بنوصل ليه تقريبا 80% من قيمة الشحن بتاعها، تمام، على حاجة اسمها الافريج. اوكي، افريج امبير درون على التيار المسحوب. يبقى التايم ده هو التايم بتاع الدرون، وده اكسبريسد بالاور، يعني الوحده بتاعته بالساعه. الكباسيتي ده الكباسيتي بتاعت البطاريه، وده الوحده بتاعتها ملي امبير اور او امبير اور. وزي ما قلت لحضرتك ان الكباسيتي موجوده على الليبو باتري، وزي ما حضرتك فاهم ان كل ما الكباسيتي زادت، كل ما الكباسيتي بتاعت البطاريه زادت، كل ما بقى معاك اكتر او معاك انرجي اكتر ان انت تفضل بتطوف وتحلق في السماء، تمام كده. زي ما قلنا الليبو دي بطاريه قابله للشحن، معموله بتكنولوجي اسمها الليثيوم ايون، تمام كده. والبطارية دي بتديك طاقة عالية، وبتستخدم بشكل ما في بعض التطبيقات اللي بيكون الوزن فيها عامل مؤثر، فانت يهمك حاجة شبه كده، سواء كان في الموبايل ديفايس او كان في الراديو كنترول ايركرافت او في الدرونز او في الامماند اريال فيكل. طيب احنا قلنا القصة دلوقتي ان التايم بتاعك اللي انت بتعمله ابروكسيميشن او استيميشن عشان تعرف الدرون هيفضل في الجو بيطير ليه وقت قدره قد ايه، عبارة عن الكباستي بتاعت البطارية مضروبة في الديستشارج، واتفقنا بشكل ما كتيبيكال فاليوز هناخد الكلام ده تقريبا ب80% على الافريج امبير درون. الديستشارج زي ما قلنا الماكسيموم بتاعك حوالي 80%، تمام كده. الافريج امبير درون ده الافريج امبير اللي بيسحب للدرون، وده كالكوليتد بمين؟ بالامبير. تعال نشوف الافريج امبير درون ده يتحسب ازاي. الافريج امبير درون ده عباره عن حاجه اسمها الاول اب ويت. اول اب ويت ده الوزن بتاع الدرون بما فيه البطاريه، يعني الوزن كله اللي طاير في الجو. افريج الاول اب ويت، تمام، ده وزن التوتال ويت بتاع الاكويبمنت، تمام كده، اللي طايره في الجو بما فيها مين؟ بما فيها البطاريه. وده الوحده بتاعته عباره عن الكيلوجرام. البي على في ده الباور، والباور ده الباور المسحوب عشان يقدر يرفع 1 كيلوجرام، ودي كتيبيكال فاليوز ممكن تاخدها 170 واط بير كيلوجرام. 170 واط بير كيلوجرام. وبعض السيستمز يعني لو السيستم كفء شويه نقدر نسحب 120 واط بير كيلوجرام، فده القيمه التيبيكال، وممكن تحط ال 120 واط بير كيلوجرام. لاحظ بس معايا ان البي ده الباور، صح كده، بس الباور ده بالنسبه ل 1 كيلوجرام، فكان ده تيار، يعني ده باور على فولت. لو انت عارف بقى القانون بتاع اوم، الباور على الفولت بيساوي التيار المسحوب لمين بقى؟ لكل كيلوجرام، لان ده باور لكل 1 كيلوجرام. فالوحده اللي هنا هتبقى عباره يعني بي على في، ممكن يكون التيار المسحوب لكل كيلو جرام مضروب في الوحده دي، الوحده دي بتاعتها كيلوجرام، فده يبقى كارنت بير كيلوجرام مضروب في كيلوجرام يديك كارنت، فده الافريج امبير درون. يبقى القصه بتاعتنا ان الافريج امبير درون التيار المسحوب هو عباره عن وزن الدرون بما فيه البطاريه، اوكي، والوحده بتاع الموضوع ده عباره عن كيلوجرام اللي هو الاول اب ويت، مضروب في الباور المسحوب لكل كيلوجرام على الفولت بتاع البطاريه، والفولت ده هتلاقيه برضو برنتد على البطاريه.
تمام. والباور ده اتفقنا التيبيكال فاليوز 170 واط بير كيلو جرام، او تقدر تاخدها 120 واط بير كيلو جرام. القصه دي عباره عن الكرنت لكل كيلو جرام الطيار المسحوب لكل كيلو جرام طاير في الجو، وتقريبا الرقم اللي بنتكلم فيه الدرون اللي هو الخاص بمين؟ بالوزن بما فيه البطاريه. يبقى الوحده بتاعتنا الافريج امبير بير درون هي وحده بالامبير، تمام. ادي القصه اهيت، ده الفي الباتري فولتج، وده اكسبريسد ان فولت، وده هتلاقيه اتفقنا موجود على مين؟ على البطاريه، تمام. والقصه بتاعت البي على في من قانون اوم عباره عن الكرنت بس. هنا ده مش تيار بس، ده تيار لكل كيلو جرام مضروب في كيلو جرام يدي امبير، اوكي. الوحده بتاعتها امبير اللي هو الافريج امبير درون. مثال بسيط عشان نقول الكلام ده، هو عنده درون، الدرون دي بتطوف او بتحوم، حلوه بتحوم دي درون بتحوم في الجو، فهو عاوز يشوف يا ترى البطاريه معاه كده اللي الكباستي بتاعتها 8.8 امبير اور تقدر تطير درون لمده 30 منت ولا لا. جيفن بقى ان الماكسيمم ديسشارج هاخده 80%، ان الباتري فولتج 36 فولت ده موجود على البطاريه، وان الدرون بالبطاريه وزنه 2.5 كيلو جرام، والباور عشان المستهلكه او الكونسيومد عشان ترفع 1 كيلو جرام من الاكويبمنت تاخد 170 واط بير كيلو جرام، تمام كده. طبعا ال 170 دول بير واط بير كيلو جرام لو ضربتهم في 2.5، اوكي، ده الباور بير كيلو جرام مضروب في الكيلو، اوكي كده، ده وقسمته على الفولت، يعني 2.5 في 170 على 36 اعتقد هيديني الافريج امبير درون، تمام. هضرب كمان الكباستي بتاعت البطاريه في الديسشارج، اوكي، مقسومه على القيمه اللي انا جبتها يديني الابروكسيميتد تايم. تعال نشوف كده اهو الافريج امبير درون عباره عن ايه بقى، الباور بير كيلو جرام مقسوم على الفولت، ده يديك التيار المسحوب لرفع 1 كيلو جرام 170 على 36. لو ضربت الكلام ده في وزن الدرون مع البطاريه 2.5 يديني 11.8 امبير، تمام كده التيار بتاعي ده التيار المسحوب لرفع مين؟ لرفع الدرون بالوزن بتاعه. التايم بتاعك عباره عن الكباسيتي، والكباسيتي دي 8.8 امبير اور مضروبه في الماكسيمم ديسشارج مقسومه على الافريج امبير درون اللي هو 11.8 يديني تقريبا 36 منت. لاحظ بس الارقام دي يبقى فيها شويه ابروكسيميشن، تمام كده، ما فيهاش فيها دقه عاليه قوي، يعني ممكن الدرون مثلا بيطوف في اجواء مثلا ملبده بالغيوم وفي رياح والى اخره مع كده. فالمفترض بشكل ما ان انت ممكن لو الدرون بتاعك بيطير او بيصور كمان ممكن يستهلك طاقة ولا حاجة، فبشكل ما ممكن تقول والله انا ممكن مثلا او بيعمل محاولات معينة بيطير في الجو بشكل معين، فممكن تاخد الكلام ده عبارة عن عشان تبقى في الامان يعني 75% من الكالكوليت التايم. يعني اذا كان ده هيطير 36 اضربهم في 75% يديني حوالي اعتقد 27 دقيقة، تمام. زي ما قلت لك لو كان بيطير مثلا في اجواء عاصفه شويه ولا اجواء فيها رياح، تمام كده، ولا بيتحرك كتير والى اخره. كمان في بعض الاشياء لو كنت انت بتسابق في حاجه اسمها الفيرست بيرسون فيو مع كده، لو كنت بتشارك في فيرست بيرسون فيو ريسنج، فبشكل ما ممكن برضو الوقت بتاعك يقل من 25 ل 30 عامه. بشكل ما انت المفترض وانت بتطير الدرون يبقى الدرون يبقى يكون على مستوى الرؤيه بتاعت حضرتك، على مستوى الرؤيه بتاعت حضرتك او قدام عينيك، تمام. بعض الناس بتشوف الكلام ده من خلال الاون بورد كاميرا، يعني انت مركب الدرون وبتتفرج عليه من خلال الاون بورد الكاميرا اللي راكبه داخل الدرون، تمام. القصه دي بشكل ما ربما يعني عاوز احذر شويه، لان في بعض المواقف ممكن الدرون يحصل له كولايد، ممكن يصطدم مثلا بتريز ببيبول ببيردس وهكذا، تمام. فده لازم تاخد بالك منه لو انت شغال على حاجه اسمها الفيرست بيرسون ايه، الفيرست بيرسون فيو.
طبعا المحاضرة دي موجودة على الويب سايت، مش بنفس الكلام يعني، لكن موجود ارتكل موجودة، وانا المادة كلها معدة من هذه الارتكل. ده اللينك او الهايبر لينك بتاعها، اللي هو درون فلايت تايم كالكوليتور باي بوجنا فيزيك. اوكي يا جماعة، اتمنى في الختام ان المحاضرة تحوز على اعجاب حضراتكم. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونلتقي بكم في محاضرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.